سعيد أن أتواجد معكم هذا الصباح. أولاً لأهنئكم جميعاً على اجتيازكم المبارك باستحقاق، وقد سعينا خلال هذه المرحلة على الأقل أن المباراة تكون بالكيفية التي نرغب جميعاً في أن نشاهد بها وأن نطلع بها على مجريات المباراة ديالنا. لذا كنشكر جميعاً جميع أطر الوزارة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه اللحظة ديال التعيين ديال الفوج الجديد من المفتشين ديال الشغل، والحمد لله استطعنا بعد جهد كبير يشكر عليه جميع الأطر ديال الوزارة، من امتحانات كتابية وقبل ذلك من انتقاء امتحانات كتابية وشفوية، أن نصل إلى هذه اللحظة ديال التعيين ديال هؤلاء المفتشون. على كل حال اللي غيعزوا الجهاز ديال تفتيش الشغل، وغنبداو اليوم ب 82 إطار جديد في إطار التوظيفات الجديدة، على أن تتلوها بعد ذلك 100 يعني إطار جديدة ستلتحق بالأطور ديال وزارة الشغل والإدماج المهني. نتمنوا لهم التوفيق، هنئناهم على النجاح ديالهم في هذا المسار الطويل ديال المباريات بعد الكتابي والشفوي، ونتمنوا أنهم يكونوا إضافة نوعية، إضافة حقيقية للجهاز ديال تفتيش الشغل، بما يمكن أن يقوي هذا الجهاز ويخليه يدي الأدوار المهمة والكبيرة جدا اللي ملقاة على عاتقه بمقتضى القانون وبمقتضى التراكم اللي تخلق في المهام ديال هذا الجهاز لسنوات طويلة. بالإضافة إلى المفتشين ديال الشغل عندنا أطباء الشغل أيضا والمتصرفين اللي هما جميعهم غيتعينوا اليوم إن شاء الله، واختارينا أن التعيين ديالهم أن يتم بشفافية مطلقة أمامهم، بحيث سيتم إعلان المناصب الشاغرة في المديريات الإقليمية والجهوية، والمفتشون الجدد سيختارون المنصب ديالهم امام الجميع. صحيح درنا اولويه بالنسبه للنساء المتزوجات لهذا الظرف الاجتماعي مع الترتيب ديالهم، هن ايضا الترتيب ديالهم وفق التنقيط اللي حصلوا عليه، المعدل اللي حصلوا عليه بعد بين الكتابي في النقطه ديال الامتحان الكتابي والامتحان ديال الشفوي، على ان يتم ترتيب جميع بعد المتزوجات، سيتم ترتيب جميع المعنيون اللي غيتعينوا، سيتم ترتيبهم جميعا بناء على النقط اللي حصلوا عليها في الكتابي وفي الشفوي، ونتمناو على كل حال التوفيق للجميع. ساره ماهر حاصل على الرتبه الاولى في المباراه ديال مفتشي الشغل الموسم 2021. اليوم كاين الحفل ديال التعيين، كاين مناسبه التعيين ديال المفتشي الجدد، وداكشي حسب الاستحقاق، يعني داروا جوج لائحات، لائحه ديال المتزوجات حسب الاستحقاق، ولائحه ثانيه حتى هي تمشي حسب الاستحقاق، ودابا راه خدامه العمليه ديال التعيين، وان شاء الله ملي غتكمل نتمنوا كل واحد يتعين في المنطقه اللي باغي. المباراه دازت الحمد لله على احسن وجه، يعني في من الامتحان الكتابي حتى الامتحان الشفوي كانت نزاهه، كانت المراقبه يعني مزيانه، الامتحان كان عدد كبير، يعني كيفاش الوزاره حاولت تنظم هاد المباراه، يعني تنشكروها وتنشكروا المجهودات ديال الاطر ديال الوزاره كاملين على المجهودات الجباره اللي قاموا بها باش ينظموا لنا هاد المباراه وباش كلشي يدوز على احسن وجه، يعني في نزاهه ومصداقيه. اذا محسن المنور حاصل على الرتبه الثانيه من ناحيه الاستحقاق في المباراه المهنيه التي سيرت على تنظيمها وزاره الشغل والادماج المهني دورة 18 أبريل 2021. إذا اليوم نحن في إطار هذا الحفل ديال التعيين الأطر الموظفين اللي جرات أطوار ديال المباراة كما قلنا في شهر أبريل. الحمد لله الأطوار ديال المباراة مرت على أحسن وجه، بداية من الإعلان عن المباراة، الترشيح اللي كان إلكتروني اللي سهل العملية ديال على كل المترشحين، ثم المباراة اللي سادت في واحد الجو ديال النزاهة، واللي كان الهاجس ديال الوزارة هو تدعيم الأطر ديال مفتشية الشغل بالموارد البشرية المؤهلة اللي تقوم بهذه المهمة الجسيمة والشريفة المقولة لها على أحسن وجه. اليوم الحمد لله هذا تتويج وهذا باكورة ديال العمل ديال جميع يعني الموظفين اللي غادي يكونوا إن شاء الله في المستقبل، بداية من طالب العلم
في الجامعات الى ان ان شاء الله يلتحقوا بالعمل ديالهم. فكنشكر الوزاره على راسها الاستاذ امكراز، ثم جميع الاخوان الموظفين في وزاره الشغل، جميع المصالح وجميع المديريات، وكنشكركم كذلك على هذه التغطيه الاعلاميه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع اصحابكم.